السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دريم كرافت 3D ده مشروع ودي ورقة بحثية بيقول لك إن أنت تقدر تحول الصورة ل3D، يعني تقدر تدير الصورة زي كده، هو يبدأ يتخيلها من جميع الأوجه، سبايدر مان وهكذا، من خلال صورة واحدة هو بيقدر يدرس الزرار، بيقدر يدرس الأبعاد بتاعت كل حاجة. طبعا لو عندك اكتر من صورة هتكون الموضوع اسهل. ده هو البحث اهوت، وده مشروع شغالين عليه فعلا. ده المشروع اهوت تقدر انت تحمله وتقدر انت تشتغل بيه لان هو اوبن سورس، وفي الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب. هو شغال بحاجة اسمها جنريتيف موديل، بحيث ان حاجة تكون معمولة 2D هو يديها البعد الثالث. حاطط لك كود والفيديو والحاجات. صورة واحدة للاعب كرة ميسي تقريبا، وهو يبدأ يعمل لك في الشكل ده. احنا حتى نقدر نعمل تكست تو ايمج، فيقدر يحول لك التكست لصورة والصورة دي بعد كده تتحول ل 3D. فده